تعد السياحة رافدا مهما للاقتصاد الوطني لما تتمتع به البحرين من معالم حضارية وأثرية، وفي هذا الإطار تأتي زيارات الوفود السياحية إلى البلاد التي تتكامل كافة المؤسسات المعنية لتقديم التسهيلات اللازمة لإتمام هذه الجولات السياحية بالشكل اللائق. تشكل مملكة البحرين وجهة سياحية ذات طابع خاص تأسيسا على حضارتها التاريخية وما يتمتع به شعبها من تسامح وود وتعايش وانفتاح على الآخر، وهو ما يفسر توافد البواخر السياحية على البلاد والاستقبال المتميز للسياح القادمين، وذلك في إطار الخطط المعمول بها بشأن تنظيم حركة المسافرين في المنفذ البحري من قبل مديرية شرطة الموانئ البحرية بالشراكة مع هيئة البحرين للسياحة والمعارض. تستقبل مديرية شرطة الموانئ البحرية سنويا السفن السياحية في ميناء خليفة بن سلمان، ويتم وصولها بشكل أسبوعي للأرصفة البحرية، وتم عملية نزول السائحين بطريقة سهلة جدا لمملكة البحرين بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والجهات التابعة لوزارة الداخلية. وفي نفس الوقت تقوم مديرية شرطة الموانئ البحرية بتأمين مناطق الاختصاص مما يجعل السائحين يشعرون بالأمن والأمان، وهذه هو هدفنا الرئيسي في عملية حفظ الأمان داخل الموانئ البحرية. نحرص على نجاح موسم البواخر السياحية، ذلك من خلال عمل اجتماعات قبل موسم البواخر مع الجهات الحكومية ومنها وزارة الداخلية مشكورة اللي تتعاون معنا تعاون كبير لا محدود، واحنا في هيئة السياحة والمعارض نحرص من رئيسنا التنفيذي سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة على نجاح الموسم. تعمل مديرية شرطة الموانئ البحرية على تأمين مبنى المسافرين والمرافق المحيطة به، وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة وذلك للمحافظة على الأمن والسلامة العامة أثناء وصول السياح لتقديم المساعدة اللازمة في هذا الشأن. أود أن أشكر حكومة مملكة البحرين على الجهود الممتازة بغض النظر عن أي شيء، وهناك سبب وحيد لوجودي في البحرين وهو أن البحرين مختلفة، كل شيء يتم بشكل ممتاز وأنا أشعر هنا بالأمان، بالإضافة إلى أن النساء هنا تتم معاملتهن كالملكات مقارنة بالبلدان الأخرى. منذ وصولنا إلى البحرين رأينا الشرطة ومستوى الحماية، ما أشعرنا بالأمان الحقيقي، لذا أعتقد أن هذا الأمر جيد وأنا مستمتعة بالجو اللطيف وهذا الأمر أسعدني. وتتم هذه العملية التنظيمية في إطار شراكة فاعلة تجمع كذلك شؤون الجنسية والجوازات والإقامة وإدارة جمارك المنافذ البحرية والإدارة العامة للمرور من أجل تسهيل حركة دخول ومغادرة المسافرين.